هل هنا بقى سؤالي اللي هو المهم الحقيقه، هل عمرو السوليه هيبقى قادر ان هو يعمل كده في ظل حاله الاجهاد والارهاق الكبيره جدا اللي كان اللي بيمر بيها خلال الفتره اللي فاتت، ولا الثلاث اربع ايام دول قد يكون في رجع له نفسه شويه؟ اعتقد اتفضل. في حلول كتير يعني، ممكن تبدا بالسوليه، لقيت ان هو مجهد مثلا 45 دقيقه 60 دقيقه، ممكن تنزل رامي ربيعه يقفل لك الحته دي لو انت جايب جون وعايز تدافع، او تنزل احمد عبد القادر لو انت بتلعبه وينج تلعبه جنب اليو ديانج، وتدخل حسين الشحات او تدخل ميكوسوني اي حواليه سليمان اي حد جناح وينج ينقل لك الفرقه، وتدخل احمد عبد القادر مكان عمرو السوليه. ولكن المفروض ان هو يبدا بعمرو السوليه. طبعا الاكثر خبره، الاكثر خبره، وعمرو السوليه لعيب لا غنى عنه يعني، ان شاء الله يكون عمل الثلاث اربع ايام دول عمل استشفى فيهم كويس جدا. وهو اللعيب الوحيد اللي مركز 8 في الفرقه كابتن يعني، هو اي حد تاني انا بجربه يعني، احمد طرح اسم احمد عبد القادر او لويس او ايا كان حد ينزل يشتغل تحت لو حسيت ان عمرو مجهد، مفيش اي لاعب في الفرقه موجود دلوقتي هو البوزيشن الاساسي بتاعه هو مركز 8 لعيب بوكس تو بوكس، محدش يقدر يعمل اي حد يبقى بيأدي عنده زي ما حضراتكم قلتوا، ان هيبقى عنده مجهود مضاعف ان هو بيقفل على ماتياس بيريرا وبيقفل على ومحمد كينو ومحمد كينو غير كده كمان ان هو بيقفل وهو اللي بيساعد في الناحيه الهجوميه صح. وهو اللي بيقفل مع الراس حربه الثاني اللي هو 9 اللي هو 10 9 انا اسف تمام، وبالتالي هو عنده خمس ست ادوار في دور واحد يعني. طبعا هيبقى دور مرهق جدا عليه، لكن هو ممكن يستعيد بده، ان هو من مميزات عمرو السوليه ان هو بيعمل الترانزيشن او التحول، هو مش لعيب اللي هو بيعمل فورورد رانينجز او بيحط الكره تحت رجله ويروح فيقطع مساحه كبيره فيتم ارهاقه، لا هو دايما بيعتمد على الاكيورسي او الدقه بتاعه الباس بتاع اللونج باس دايما في السبيس، فهو ممكن يعوض المساحات المقطوعه دي او ما يقطعش مساحات كتير عشان ما يجهدش نفسه، فممكن يستعيد بده عن طريق اللونج باس او الميديوم باس، ان هو يشتغل دايما يعمل باصات متوسطه او باصات طويله في ظهر خط دفاع الهلال من غير ما يبذل مجهود كبير، ويعوض ده في المجهود الدفاعي اللي هيبذله مع اليو ديانج عشان يقفل الملعب. فضل. يعني لحضراتكم دلوقتي لو هنيجي نتكلم عن السيناريو اللي حصل بين الهلال وتشيلسي، كان المشهد كان كالاتي، ان انت شفت لا كان في دفاع اكتر من قبل الهلال، الكفه كانت في الشوط الاول تحديدا لصالح تشيلسي، بعد كده ربما كان في شكل هجومي شويه من الهلال، هل ده راجع لرهبه تشيلسي ولا ده الفكر اللي بيلعب بيه برضو الهلال السعودي؟ يعني احنا مثلا هنشوف يوم السبت نفس الفكر في فكره دفاع في الاول وبعد كده هجوم، ولا المباراه ربما تختلف كليا؟ بنتكلم تحديدا انا بتكلم على الهلال، انا شايف ان التكتيك لا جاردم هيبدا هجومي، هيضغط ضغط عالي علينا، هيلعب دفاع عالي واحنا اللي هندافع، هنلعب على هنقفل ونلعب دفاع المنطقه، لان انت ما ينفعش تلعب الفرقه زي دي بالقدرات دي وتلعب دفاع عالي وتلعب ضغط عالي والسرعات الموجوده، لا انت تدافع وتحاول تطول الوقت معاهم على قد ما تقدر، كل ما هي 0-0 انت احسن، انت ممكن تخطف الشوط الثاني بجون ده او تلعب على هجمه مرتده تستغل نقاط الضعف الموجوده المساحات الموجوده ورا الظاهرين او بطء المدافعين عندهم، فده اللي تقدر تعمله، ده الحل يعني. بصي حضرتك تعالى نبدا بالحالات، هم اسلوب لعبهم ده شرح الاسلوب لعب طريقه الهلال السعودي، هم بيلعبوا زي ما قدامنا على الشاشه كده 4-1-4-1، مين ده؟ ده اللعيب الكولومبي جوستافو اللي هو بيغطي الخمسه اللي قدام، والخمسه اللي قدام زي ما قلنا سالم الدوسري واقف ورا، طبعا هم يعني لو قسنا المسافه ما بين المهاجم وما بين اخر مدافع في الهلال السعودي هتلاقي ان هم برده منظمين جدا، بس ادي المسافه ايه بالظبط؟ حوالي 24 متر، ولكن بيلعبوا دفاع عالي، النهارده انت فرقه ضغط عليك، وعلى فكره الدفاع العالي ده رغم كده انا شايف ان الضغط العالي بتاعهم مش منظم، يعني الضغط مش عاملين ضغط عالي قوي، فانت سهل ان انت الدفاع العالي ده من خلال السرعات الموجوده، عشان كده في التشكيله يمكن انا فضلت طاهر، فضلت محمد شريف، فضلت عبد القادر، ليه؟ لان هم عندهم السرعات اللي تنقلك من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه اللي تقدر تستغل المساحات الموجوده ورا الدفاع العالي اللي بيلعب بيه الهلال السعودي. نفس الشكل اهو 4-1-4-1 او 4-2-3-1 بتقدم كنه جنب ماتيوس بيريرا اللي هو البرازيلي عشان يضغطه، فالطريقه بتتحول ل 4-1-4-1 زي ما احنا شايفين، ادي ماريجا ناحيه اليمين، كنه جنبه ماتيوس بيريرا، سالم الدوسري، ايجالو النيجيري راس حربه، وجوستافو اللي بيغطيهم، نفس الشكل قدام تشيلسي هيبقى قدامنا برضه، بيحاولوا ان هم يضغطوا ضغط عالي ودفاع عالي. اذا الضغط العالي والدفاع العالي ده عشان تضربه لازم تخلي بالك جدا، حمدي فتحي تحديدا هيبقى دوره مهم جدا في الخروج بالكوره عشان تتخلص من الضغط العالي بتاعهم، ولازم تضربهم باللونج باص بالتمرير الطولي يكون اسرع ويكون دقيق من خلال عمرو السوليه ومن خلال اليو ديانج في المساحات الموجوده، فزي ما احنا شايفين ادي صوره ثانيه، اذا دي طريقه اللعب، ده اللي هنشوفه من الهلال السعودي، هيبقى ضغط عالي مصحوب بالدفاع العالي زي ما شايفين، برضو انا شايف ان الضغط العالي هنا مش منظم، يعني جاله كسول في عمليه الضغط،
ادي مدافع تشيلسي روديجر بيحضر الهجمه عادي جدا، ممكن انا العب على لعبه واستغل التمرير الطولي مثلا في ظهر البريك، شايفين زياده عدديه، أسبليكويتا هناك الباك رايت فاتح، وادي حكيم زياش جوه في مساحه فاضيه، فانت مهم جدا ازاي تقدر تخرج بالكوره، ده اللي يقدر يجاوب عليه موسيماني، انا هخرج من الضغط العالي اللي هم بيعملوه عليا ازاي. وخلي بالك احنا هنا رجعنا لدور عمرو السولي طبعا، اللونج باص، لان نعم اللونج باص هو اللي بيعمل الكره الطول اللي انتوا اتكلمتوا عنه، ان هو افضل من يفعل او يضع اللونج باص في الاماكن المناسبه يعني مظبوط، هو اعتقد ان هنا الدور بقى رباعي او خماسي او سداسي بالنسبه لعمرو السولي. ودور حمدي فتحي كمان، انت النهارده لو انت بتضغط عليك بايجالو انت اتنين مساكين، عندك حمدي فتحي هو الليبرو، فانت النهارده وجود حمدي فتحي سواء لعبت بثلاثه ورا او لعبت باربعه وحمدي فتحي هو اللي بيامن، هو اللي هيعمل لك عمليه الزياده، هو اللي يقدر اهم حاجه التمريره تكون سريعه اسرع بالضبط. بحيث ان انت تتخلص من الضغط العالي، كل ما انت بتجيبهم عندك زي ما قبل كده موسيماني لعب في مباراه الاهلي والاتحاد الشهيره قدام كابتن حسام حسن، عارف ان كابتن حسام حسن بيضغط ضغط عالي فخليه يجي عنده ويلعب في ظهره، فعشان كده طاهر برده كان طاهر هو اللي جاب الجول، كان جاب واحد من الاجوان، فطاهر او حتى الشحات او عبد القادر او محمد شريف يقدروا يستغلوا المساحات الموجوده في ظهر دفاع الهلال السعودي. طبعا عندي سؤال يا دكتور احمد، معلش لو هنيجي نقارن، والمره اللي فاتت برده قارنا يعني السرعه والقوه البدنيه لصالح مين؟ الكفه مين الارجح؟ احنا بنتكلم متوسط الاعمار يمكن للهلال السعودي حاجه و30 او ثلاثينات، احنا يمكن اقل، فخليني برده اعرف منه. هم اكيد القوه البدنيه عندهم اكتر واسرع بكتير للامانه، والسرعه كمان. السرعه ده عندهم موسى ماريجا ده قطر ماشي وقوي جدا بدنيا وسريع، عندهم برضو ايجالو قوي جدا، عندهم سالم الدوسري واحد من احرف اللعيبه، مهاري قوي في الواحد على واحد، ماتيوس بريرا وكنه دول بيشوطوا من اي حته. خلي بالك احمد ده في الجزء الامامي بس، يعني هم في الجزء الامامي هم عندهم مشاكل كتير في الخط الخلفي، يعني الخط الخلفي عندهم. انا عملت يعني معلش خليني معاكم في النقطه دي، لان النقطه دي مهمه جدا وبتبين قد ايه ان ممكن النادي الاهلي يستطيع ان يفوز في هذه المباراه اذا قفل دفاعه بشكل جيد، اذا قفل دفاعه بشكل جيد يستطيع ان يفوز بهذه المباراه بالمكانين اللي احنا عاملينهم دول اللي امام حضراتكم، اللي هم المساحات الفاضيه دايما اربعه بتخلي الباكين بيخش لجوه اكتر عشان اقفل جوه، لان الكره لما بتطلع بره بيبقى في مجال ان انا اطلع لها كستوبر او كباك صح، عشان اقفل السبيس اللي بينه وبين الراجل قلب الدفاع اليمين. الله ينور عليك صح. اللي هي دايما بيستغلها اي حد هيفهم في 4-4-2 بيستغل السبيس دي، فانا بعمل ايه كباك؟ باخد الثلاث اربع خطوات لجوه عشان اقفل وبسيب بره مفتوح، بحيث ان هو لو الكره اتلعبت ورايا هيعمل ايه؟ اخره هيعمل ايه؟ هيجري على الجنب ويرفع يعمل الكروس صح. وبالتالي اهم ما يميز النادي الاهلي في هذه الفتره ايه؟ ان هو الاجنحه بتاعته بتعمل اوفرات بتخلي المهاجمين اللي موجودين يجيبوا جوان، فانت تقدر من خلال الطريقه دي او من خلال الاماكن اللي هو سايبك تلعب فيها ان انت تستغلها وتقدر تكسب منها، اللي هي المساحات خلف الظهيرين، اللي هي المساحات اللي موجوده خلف الظهيرين هي واضحه. هي مش محتاجه يعني انت فاهم، هي مش محتاجه، فهي ان انت تقول ان هو طاهر، فطاهر لو راح فهيبقى من الناحيه الثانيه عبد القادر وتحتيه علي معلول، تحتيه علي معلول، بس احمد عبد القادر بيخش كراس حربه ثانيه، اقصد لما بتكون طبعا الكره مع طاهر الناحيه الثانيه جنب شريف وينزل تحتهم الدور ال 20 بقى الحمر السوليه طبعا. يبقى تحت محمد شريف واحمد عبد القادر لو الكره من ناحيه اليمين، وطاهر محمد طاهر لو الكره من ناحيه الشمال صح، عشان كده اخترنا السرعات في الاجنحه اكتر، اسرع اثنين في الفرقه طاهر وعبد القادر اوكي، عشان شريف كده لما شريف كفرق شريف طبعا كراس حربه، بس من ناحيه الاجنحه طاهر وعبد القادر اثنين سرعه جدا يقدروا يستغلوا المساحه اللي حضرتك شاورت عليها يا كابتن اسلام، المساحات خلف الظهيرين اعتقد ان هي ان شاء الله تكون سلاح الفوز قدام الهلال، قد تكون البدايه ان شاء الله في ان احنا يا رب ان شاء الله لو قدرنا نقفل على الجزء الامامي اللي انتوا عاملينه ده الجزء الامامي، لان الجزء الامامي مرعب الحقيقه. طبعا مرعب. تعال نتفرج كمان على سالم الدوسري كابتن اسلام. بص سالم الدوسري اللي هو الجناح الشمال ده افضل لاعب في اسيا، اخدها مرتين، مميز قوي هو بدخوله للعمق زي ما احنا شايفين اللي ظبطت عليه اهو، ده الدوسري دايما بيخش لجوه، عشان كده الباك سواء عبد المنعم هنا او ياسر ابراهيم المساك ومعاه هاني لازم امنعه ده اخليه بره دايما افضل. لا حذاري من تحركات الدوسري لجوه، ما يخليش الدوسري يخش لجوه، لانه لو دخل لجوه بيشوط على طول ومميز بالتسديدات في الواحد على واحد، اخليه دايما يطلع لبره. أيوة. نفس الكلام اللي قلناه على دودو، بص هنا برضو سالم الدوسري بيعمل ايه؟ هنا ماريجا تحول لراس حربه في الشوط الثاني بيباظيها له اهو سالم الدوسري، هيروح فين بعد ما هيمررها له؟ اهو هيخش لجوه، هيكمل لجوه، الثاني هيعملها له بكعبه، هيبقى لوحده يعني هنا ثلاثه ضرب ثلاثه، بص كده ادي واحد هنا طبعا بيخش يكمل، ادي واحد ادي اثنين
ادي ثلاثة ضربوا ثلاثة بلعبة بتحرك واحد أيوة. متحفظة ان سالم الدوسري بيخش للعمق. هات الصورة اللي بعدها تلاقي سالم الدوسري بقى انفراد لوحده. بص ده طبعا دخل. بص اهو ادي ثلاث مدافعين يعني ادي واحد اثنين ثلاثة. لا ثلاث مدافعين ما عرفوش ان هم يعملوا حاجة يعني. ليه؟ لان سالم الدوسري مميز جدا بالدخول لجوه. يبقى انا دايما اخليه يخرج لبره. سالم الدوسري البروفايل بتاعه دايما بيخش لجوه، خليه دايما لبره.